بعد حصاره لليوم السادس على التوالي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مجمع الشفاء الطبي وسط غزة فجر اليوم، وتطلب من الموجودين فيه التجمع بوسط ساحته الشرقية تمهيدا لإخلائه. العملية التي زعم الاحتلال أنها دقيقة وموجهة ضد حركة حماس سبقها إبلاغ الفرق الطبية بإخلاء المجمع بالكامل، عن ذلك التخلي عن رعاية مئات المرضى وعشرات الأطفال الخدج وآلاف النازحين الموجودين في مجمع الشفاء بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. دعونا الجميع للحضور إلى مستشفى الشفاء من أجل حماية الطواقم الطبية، من أجل حماية النازحين، من أجل حماية الجرحى، من أجل حماية المرضى. ولكن هذه المنظمات الدولية التي تعنى بالقطاع الصحي للأسف الشديد تنصلت من مسؤولياتها ورفضت التدخل ورفضت حماية الطواقم الطبية ورفضت حماية الجرحى والمرضى. بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه استند في عملية الاقتحام على معلومات استخبارية بحثا عن أي أثر للمقاومة داخل أقبية المستشفى الذي أوقف عملياته الطبية نهاية الأسبوع مع تضاؤل الإمدادات ونقص الكهرباء وتوقف ثلاجات الموتى عن التبريد. لكن وبحسب مسؤولين فلسطينيين يبدو واضحا أن اقتحام مجمع الشفاء لا يعد أن يكون بحثا لجيش الاحتلال عن نصر مهما صغر حجمه، حتى تسوقه حكومة بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي بعد 40 يوما من العدوان والتعهد بالقضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى. هذا التصعيد ضد المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع لم يكن ليحدث دون ضوء أخضر أمريكي، وإن عادت واشنطن لتحث على وجوب حماية المستشفيات والمرضى وعدم جعلهما في مرمى النيران، وهي التي اتهمت حركة حماس قبل أيام باستخدام المستشفيات في القطاع لتنفيذ عملياتها العسكرية واحتجاز رهائن خصوصا مستشفى الشفاء. وذاك ما دفع حركة حماس لتحميل الرئيس الأمريكي وإدارته مسؤولية تبعات اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة.